مرحبا بهذه الوقفة الاحتجاجية من طرف الساكنة أنهم يرفضون رفض البات إنشاء محطة معالجة المياه بالقرب من واد ويكا وكذلك السوق الأسبوعي ودار الأمومة والمستوصف، يعني جميع المرافق المهمة، فقد قاموا بتخصيص هذا المكان القريب منها بإنشاء محطة معالجة المياه التي نرفضها رفضا باتا في هذا المكان، لأنها ستؤدي بكارثة كبيرة في عدة مشاكل بالنسبة إلى البيئة، بالنسبة إلى الصحة، وكذلك بالنسبة للمجال التجاري والسياحي. يعني جميع المجالات ستقوم إنشاء هذه المحطة بالقضاء عليها باتا، فستصبح أويكا نقطة سوداء إذا قاموا بإنشاء هذه المحطة بالقرب من هذه المرافق. موضوع ديال هذه الوقفة احتجاجية هي جات على إثر واحد المحطة المياه المعالجة اللي إنشأت الجماعة اللي بتضر الساكنة في نفس اللي موجودة جانب هذه البقعة اللي اقتنت الجماعة من أجل إنشاء هذه المحطة المياه للصرف الصحي. إذا حنا هاد الساكنة ماشي حنا ضد المشروع ديال المحطة المياه المعالجة، حنا الفكرة ديالنا والمطلب ديالنا هو تحويل هاد البقعة، هاد المنطقة فاش بينشأوا هاد المحطة هادي، حيت بيكونوا فيها الضرر للساكنة، حيت جابوه حدا المستوصف ودار الأمومة وجنب السكان وجنب الواد وفصل الواد. هاد المبلغ المالي اللي بغات تنشئ الدولة، الميزانية ضخمة اللي كلفت الدولة بغات تنشئو فوسط الواد، هاد البقعة جات فوسط الواد تتعرض للفيضانات كلها. وسبب المثال نعطيك لهاد البقعة هادي، كان دايز الفيضان ديال 95 وديال 2002 وديال 2006، مشات منها المقر ديال المجلس الجامعي السابق، مشات منها المؤسسة ديال الاتصالات اللي تنجزت بالملايير ديال الدرهم. إذا حنا ماشي من أجل منع هذا المشروع، حنا هذه الوقفة وقفة من أجل تحويل هذا المكان، من تحويل من هذا المكان، ما تنشئش في هذا المكان فاش انجزت هذه الجماعة. الجماعة توريكا يجب تحمل المسؤولية في جميع المشاريع الفاشلة اللي دارتها في 40 سنة هذه، جميع المشاريع ديالها فاشلة لحد الآن.